ننتقل بقى من الطايره، خلينا عشان عندنا كلام كتير جدا الحقيقه عن الاهلي بقى في منافسات الدوري والعوده مره ثانيه. عندنا مواجهه مهمه كنا بنتكلم مع حضراتكم بقالنا تقريبا يومين امام بلديه المحله، النهارده هتكون الساعه 7 بالليل ومباراه مؤجله من الاسبوع الخامس لمسابقه الدوري. طيب امبارح ايه اللي حصل؟ كواليس برضو الختام والتدريبات، الفريق اختتم تدريباته واكد مارسيل كولر زي ما دايما بيعمل وبيذاكر الفريق المنافس، وكمان من خلال المشاهده لعده الفيديوهات والمقاطع مختلفة للمباريات، يعني هو قدر ان هو يتعرف على نقاط القوة والضعف. ده المهم ان انت تبقى جاهز، عارف المنافس بتاعك اخباره ايه، شايفه فين، بغض النظر عن الترتيب، بغض النظر عن المؤجلات، انت بغض النظر عن ان البعض بيشوف يا كريم المباراة دي تعتبر مباراة يعني سهلة او مواجهة قد تبدو سهلة، لكن في حقيقة الامر سهلة لو انت لعبت صح، لان كده كده الدوافع اكيد مختلفة لما بتيجي تلعب بلدية المحلة مع النادي الاهلي حالها حال اي فريق اخر، لكن برضو انت لازم تبقى عارف ان انت لو ما خلصت المباراة في الدقايق الأولى بلدية المحلة على الصعيد الثاني هيلعب أكيد دفاعي بحت وهيعتمد على الكرات المرتدة أو يعني هيعتمد على الهجمات المرتدة، فأنت خلص من البداية اجبره أن هو يهاجم مش يدافع عشان نخلص، يعني في كده مباريات قراءتها سهلة. صحيح. فان شاء الله نوفق وان شاء الله نقدر ان احنا نحصل على النقاط اللي احنا عايزينها. عندنا لسه مؤجلات كتيره جدا، انت بتتكلم ان انت حاليا في ترتيب الجدول المركز العاشر، عادي انت لعبت 6 مباريات فده مش امر يعني بشع او وحش، انت ان شاء الله هتعوض وترجع لمكانتك الطبيعيه، احنا مش قلقانين من الحته دي تماما، لكن تاني هرجع اقول مواجهه قد تبدو سهله اذا اتلعبت صح بس. فبالتوفيق يعني. التاريخ اثبت بدل المره يجي 20 30 مره ان مفيش حاجه اسمها فريق منافس على قد الايد او في المتناول، لان احنا شفنا ده قبل كده. وعلى فكره انا مش بس بكلم حضراتكم على صعيد الفرق، حتى على صعيد المنتخب، يعني لما يكون في بعض التراخي بعض التهاون من منطلق ان المنافس يعني ايه مقدور عليه بشكل او باخر، ساعات بنتفاجئ بان لا مش مقدور عليه خالص وانه بيسبب لنا حرج كمان في بعض الاحيان. وتاني ارجع اقول لحضراتكم ان انا مش بتكلم حتى على نادي بعينه، بتكلم في المطلق، فما بقاش في حاجه يتقال عليها ماتش سهل ومقدور عليه ومضمون، ما فيش حاجه مضمونه لمليون سبب مليون. انا بتفق معاك، والدوافع بتختلف يعني دايما الدوافع برضو في اللعب بتختلف. لو هنتكلم على بلديه المحله برضو شويه، وده اللي اكده كابتن احمد عبد الرؤوف طبعا المدير الفني، هو اتكلم ان هم او هو عايز يصالح، هو والفريق عايز يصالح الجماهير بتاعتهم برضو، لان خلي بالك خسارتين في اخر المباريتين وخساره امام سيراميكا، صحيح ماتش كان 5-3 خمس جوال برضو خمس اهداف فيهم مش حلو ابدا يعني، فاكيد هم عندهم دوافع ان هم امام النادي الاهلي انا احاول ان انا العب لعب دفاعي على قد ما اقدر. هو حتى صرح كده قال لك انا عايز اخرج بالنتيجه ايجابيه، وانا اشعر ان ده معناه ان هو مش عايز يبقى هاي سكور للاهلي وده برضو مش او اضعف الايمان تعادل يعني على فكره بالنسبه لهم لو تعادلوا ده انجاز كبير جدا امام الاهلي، بس احنا على الصعيد الثاني لا نتمنى ابدا التعادل مع بلديه المحله او مع غيره يعني، فهي مباراه ان شاء الله تبقى ممتعه في الاول وفي الاخر، بس انت عايز تحصل على النقاط بتاعتك. واعتقد الموضوع مش صعب يا كريم، دي من المباريات مفروض اللي هي يعني ما فيهاش قلق بشكل كبير. ربنا يسهل الحال. تعالي بقى نروح لماتش الاهلي ويانج افريكانز، وعايزين نعرف حضراتكم ان اختار الاتحاد الافريقي لكره القدم طاقم تحكيم من دوله بنين لمواجهه الاهلي ويانج افريكانز التنزاني، طبعا اللي هتتلعب يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره من دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا زي ما حضراتكم اكيد متابعين يعني خط سير البطوله، الفريقين حسموا تاهلهم للدور ربع النهائي من هذه البطوله بعد ما فاز يانج افريكانز طبعا التنزاني على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجه 4-0، نتيجه كانت تقيله جدا وكانت مفاجاه للكل الحقيقه، والكلام ده كان يوم السبت اللي فات ضمن منافسات الجوله الخامسه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي هو متصدر حاليا هذه المجموعه اللي هي المجموعه الرابعه برصيد 9 نقاط، يليه مباشره يانج افريكانز برصيد 8 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.